أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اكبر، الله اكبر، لا الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الحياة والممات، فلا راد لقضائه ولا مميت لمن أعطاه الحياة، قصف بالمرض ظهر الجبابرة، وذل التراب رجوعا الأكابر والقياصرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأولى والآخرة، وأشهد أن سيدنا ومولانا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الكمالات البالغة. أما بعد، فيا معاشر الإخوان، اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاسدها روح فوق راسها موت. فيا عباد الله، إخواني، بدن ضعيف ضعيف، وسفر طويل طويل، وزاد قليل قليل، وبحر عميق عميق، والصراط دقيق دقيق. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تعبدوا بالله من عذاب القبر، قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. تعبدوا بالله من فتنة الدجال، قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. تعبدوا بالله من عذاب النار، قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فيا عباد الله، وقال النبي المهتم صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه لذات الموت. فقد قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي المهتم صلى الله عليه وسلم: إن الموت صحبة للمؤمنين، وإن الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فيا عباد الله، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله إلا من شفعه الله فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب خطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى: ان الله
امتي ونبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحم امتي بامتي ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، واشده في امر الله عمر رضي الله تعالى عنه، واصدق حياة عثمان رضي الله تعالى عنه، وارضاهم علي رضي الله تعالى عنه، وفاتمه سيده نساء اهل الجنه رضي الله تعالى عنها، الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه رضي الله تعالى عنهما، وحمزه صلى الله عليه وسلم ورحمه رسوله رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر للعباس ووالده مغفره ظاهره وباطنه لا تغادر ذنبا. الله الله في اصحابي لا تتخذوه غرضا من بعدي، فمن احبهم فبحب احبهم، ومن اورثهم فبنور اورثهم، وخير القلوب قلبي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم استعد في بلاد المسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في كل مكان. اللهم اجعلنا في المجاهدين واهلنا معه، واجعلنا من الصالحين واشرنا معه، بالامام العالم بالقوة القاهرة والسنة الظاهرة على الكفرة الراجية. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. اللهم صل وسلم اللهم صل. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى.
جداً. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حبيبي
بار مسجد کے چاندی کا جو کام چالو ان شاء اللہ اس کا چندہ ہوگا آپ حضرات سے دوبارہ صحیح کر اللہ تعالیٰ کر کے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا والممات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اتحد في بلاد المسلمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله. جزى الله ان محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام.